نكمل هسه المحاضرة همينة قبل صفحتين. عادة ال LB عندك لينير بروجرامينج مسألة، كل ما تقلل من القيود مالتها يكون أحسن. أنا ما تريد تحلها، خاصة ما تريد تحلها بالسمبل إكس تاخذ وقت طويل لأن تمر على كل الفيربلز وعلى كل القيود، فكل ما تقلل كل ما يكون أحسن. انتجر بروجرامينج بالعكس، بشكل يعني ملفت للنظر انه من نضيف قيود اكثر كل ما يكون احسن، كل ما الموديل مالتك يكون شكله احسن ولا الحل يسهل علينا. مثال علي الانكابستايتد فاسيليتي لوكيشن بروبلم اللي اخذناه ثاني محاضرة اعتقد، الفورمولا مالتها الصيغة انكتبت بهالشكل هذا. شوف هنا عندنا احنا هذا القيد مالتي الديماند وهذا القيد هنا مالتي السيرفيس، لكن لو شوية أغير بقيد السيرفيس وأضيف أغيره بهالشكل هذا راح تكون أسهل، الصعوبة مالتها راح تقل. فالنموذج الجديد هسه من أريد أكتبه بدل ما أكتب القيد بهالشكل أكتب القيد بهالشكل هذا، النموذج الجديد مالت المسألة راح يكون أقل صعوبة من النموذج الأصلي. ناخذ هسه ريماركس على الحكي اللي حكيناه، الشرح اللي حكيناه فوق. مثلا السؤال اللي اخذناه على الشارب ريلاكسيشن نضفناه لمجموعة القيود، المثال هذا عندنا هاي القيود الوحيدة اللي تنطيني شارب ريلاكسيشن للمسألة، هاي القيود الوحيدة اللي تعطيني اياها، ما تقدر تضيف اي قيد ثاني لان لازم تتناسب. يعني اذا نضيف غير مجموعة قيود اللي هي غير هاي المسألة وين أخذناها حياتها، هو حياتها المسألة ديجة. وعندنا بعد عندنا عندنا تقراهن انت مفشي، هاي ملاحظات إلك اللي هو شارب ريلاكسيشن هو افضل شيء عم تحصل صيغه جيده لكتابه النموذج. وعندك هنا نتطرقهم للبوليهيدرا ثيوري، حيث نقول هنا انه الشغلات اللي راح ناخذها بالبوليهيدرا ثيوري راح ناخذها بالمحاضره حبي اعتقد بالمحاضره الوهاي الجايه اللي وراها، شلون نوصف الشارب ديسكريبشن شلون نوصفه راح يكون بهاي النظريه نظريه البوليهيدرا. هسه بري بروسيسنج اند موديل امبروفمنت، اكو خطوات بالانتجار بروجرامينج والميكس انتجر بروجرامينج عاده الاحسن نسوي خطوات مسبقه عملية مسبقة قبل ما نشتغل بيها على ما نحصل الموديل مالتنا، من ضمنها طبعا هي الريلاكسيشن، الريلاكسيشن تعتبر عملية مسبقة على مود نحصل على موديل بإمكان نحله بنجاح بوقت أقصر. مثلا هاي واحدة من الشغلات نسويها، هاي العملية هي reduce dimensionally ونسوي ريموف redundant variables، نقلل الدايمنشن مالت المسألة مالتنا، وبمعنى نزيل المتغيرات الإضافية، ومتغيرات ما فيش داعي لها، إذا نقدر نزيلها فخلينا نزيلها على مود المسألة تصير أسهل. شلون ننزيلها؟ شلون نوخر العدد مالت نقلل العدد مالت الفيربلز؟ أولاً اما اسوي اثبت الفيربل الفد عدد ثابت كونستانت، او اكسبلويتنج ايكويشنز او انفذ المعادلات اللي عندي اللي هي المساوات اللي عندي بواحده من الطرق. خلينا نشوف هسه احنا راح نسوي هنا راح نثبت راح احاول اثبت المتغيرات هنا لقيمة ثابتة على مود ازيحها. خلنا نفرض اني عندي الفاسيلتي لوكيشن بروبلم هياتها في المثال يبدي من هنا
عندي هذا أول هذا الديماند، وعندي هذا هنا اللي هو السيرفيس كونديشن. نلاحظ همين الاكس 1 اكس 2 ينتمي لل هو انتجر، اما متغيرات الواي فهي كلها شنو؟ كلها كونتينوس. من شنو راح اتخلص؟ لاحظ انا عندي هنا عندي هنا كواليتي، هي راح اشتغل عليها، راح اشتغل بيهن ذن الكواليتي كويجنز، يا اما اقدر انقل هذني اثنينهن واي 2 1 2 2 لهذا الطرف، او انقل هذني على مود اخلص من واحد من عندهن واجيبهن هنا. فهنا احنا شو نسوي؟ نقلنا الواي 1 1 والواي 1 2 لهذا الطرف للطرف الاخر. من حذفتهن اني السيستم اصبح اقل، اصبح اقل، وعوضتهن وين؟ الواي 2 1 2 2 هياتهن، هياتهن هنا، فراح اعوضهن واخلي شنو مساوات مالتهن الطرف الاخر حطيته هنا بدالهن. فتلاحظون راحن، راحن بعد ما موجودات دالة الهدف، وبنفس الوقت راحن من مين؟ راحن من كونستراينتس. بس هذا مو كافي، لازم اني اكمل اكثر، اكو خطوات اكثر اكملها ارجع عليهن. انا بالبداية كنت قايلة انه واي 2 1 واي 2 2 هنا اصغر او يساوي اكس 2، وين بالمثال هيئة المثال هنا نخلي بابا هيئة واي 2 1 واي 2 2 هنا اصغر من اكس 2 2، فهنا أنا حطيت إذا هذا مدام أصغر من عنده معناها الطرف الثاني اللي طلع من عنده راح يكون أصغر أو يساوي، وهذا هنا هم نفس الشيء راح يكون، وهنا اعتيادي راح يكون ما بين الصفر والواحد لأنه هو واي إحنا قلنا بين الصفر والواحد. فأجي هسه حطيت دالة الهدف، حطيت القيد مالتي مال واي 1 1 وال 1 2 ورجعت عليهن نفسهن، رجعت عليهن نفسهن، قلت ترى هن اقل، هذا الواحد اللي هنا، هذا الواحد اللي هنا نقله للطرف الاخر، نقله للطرف الاخر، او يعني اكتب المعادله بيدك تراهمها، بحيث يصير عندي الواي 1 1 والواي 1 2 ترى هي اصغر من اكبر او يساوي العفو من واحد ناقصا اكس 2. هاي من تنقلها لهالطرف هذا تريد تخلص من السالب، تضرب المعادله بالسالب المتراجعه، فيصير الواحد ناقصا اكس 2 اقل او يساوي من الطرف هذا، من هذا الطرف، فتحصل عليه. هذا هسه النموذج النهائي اللي حصلته، هذا النموذج النهائي اللي الحل مالته يكون اسهل من الحل الاصلي واللي ينطوه هاي التسميه. خلاص هاي وش بعد ما عندنا؟ تشيك المثال، تحاول تحل الامثله الفوق كلها باي انسبكشنز، تقرا المادة زين، ترجع للكتب اللي معطيتك اياها اني. هنا انا اكثر كتاب تستفاد من عنده هو الوينستون لحد الان، هذا لانه الامثلة تلقي مشابهة مو نفسها بس اكو امثلة مشابهة. شكرا جزيلا وبالتوفيق، واي سؤال بامكانك ان تسألني على الشات.